السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ معاكم مهندسة مريم أسامة، مدرس مساعد بقسم عمارة، متخصصة في المانيوال بريزنتيشن واللاندسكيب ديزاين وفوتوشوب بريزنتيشن. دلوقتي احنا ان شاء الله هنتعلم في الكورس بتاعنا ازاي نقدر نعمل مانيوال بريزنتيشن. هنجرب هنتعلم ان شاء الله، هناخد الاول محاضرة تعريفية عن اساسيات في المانيوال بريزنتيشن، وبعد كده هنبتدي ان شاء الله نتعلم ونلون سوا elements في هتحتاجها وانت بتلون اي مشروع ديزاين، وان شاء الله بعد كده هنلون مثلا واجهة، ونلون بعد كده نلون لاي اوت مثلا، وبعد كده ان شاء الله هنلون شاسيه مشروع كامل نلونه سوا. ان شاء الله كل ده هنتعلمه سوا في المانيوال بريزنتيشن. ان شاء الله هنطلع شاسيه بالشكل ده، بحيث ان احنا نتعلم ازاي نخرج المشروع بتاعنا لو عندنا مشروع مانيوال بريزنتيشن، و ده المشروع اللي ان شاء الله هنلونه سوا. طيب هنبدأ الاول بالمحاضرة. دي محاضرة تعريفية عن اساسيات المانيوال بريزنتيشن. اول حاجة عندنا الاقلام. الاقلام دي مهمة جدا، بتبتدي من الاقلام الرصاص اللي هي اساس اي رسم اصلا، وبيبقى فيها درجات. هتلاقوا في حاجة اسمها الاتش، وفي حاجة اسمها البي، وحاجة اسمها الاتش بي. لو كل ما نزيد في الدرجة مثلا 6H هتلاقوه خفيف خالص قوي، كل ما تقل يعني مثلا 4H هتلاقيه أتقل شوية، 3H هتلاقيه أتقل شوية، 2H هتلاقيه أتقل، وبعد كده لغاية ما توصل لل HB، ده اللي هو يعتبر الرقم المتوسط. وبعد كده ال B بيبقى بقى أتقل، كل ما نزيد في الرقم كل ما بيبقى أتقل خالص، وأتقل حاجة اللي هي 8B. تمام، نفس الفكرة موجودة في الرصاص موجودة في الحبر. طيب بالنسبة للحبر عندي برضو في point 0.3 وفي point 0.5 وفي، وكل ما زيد لغاية point 8 كل ما سن القلم بيزيد والخط اللي بيطلع منه أزيد، وفي في الآخر اللي هو البراش بيبقى سنه تقيلة قوي. الاقلام الحبر لو انا هستخدم ووتر كولر لازم اتأكد ان هي ووتر بروف، لان انا لو انا جايب قلم حبر عادي ومجرد ما احط عليه المية الحبر هيسيح معي، فلازم اتأكد ان انا بلون بقلم ووتر بروف. طيب بعد كده برضو في حاجات تانية بتساعدنا زي الماركرز. عندي قلم اقلام انواع اقلام اسمها الفا، وهي غالية شوية، يعني القلم بحوالي 65 جنيه او 67 جنيه، مش فاكرة، في الحدود دي. وبرومو ماركر برضو نفس رينج السعر. دي اللام الاثنين ماركرز والاثنين كويسة بصراحة. الوان بدأت تقلد تعمل اقلام ماركرز ليها، بتبقى ارخص شوية، مش فاكرة تقريبا حوالي 20 او حاجة زي كده. فالاقلام بتبقى ارخص، وهي مش بجودة، مش هنكذب، مش بجودة الفا وبرو ماركر، بس هي كويسة بتمشي الحال. يعني في تكنيكس تانية برضو بقدر اعمل عليها على الووتر كولر، بتساعدني برضو، بتساعدني في الرسم، وبستخدم بيها الاقلام الجل. في اقلام جل غالية، القلم بحوالي حاجة و70 جنيه او 70 جنيه، وفي اقلام جل تانية برضو مطلعها من الوان، القلم بحوالي 15 جنيه. برضو الاقلام الجل بتاعت الوان كويسة قوي وهتقضي معاك. يعني بعد كده عندي الفرش. طيب الفرش كل ما شكل الفرشة بيختلف، سواء راوند سواء فلات سواء برايت، ايا كان نوع شكل الفرشة، كل شكل الفرشة ما بيختلف كل ما بيفرق في التكنيك اللي بستخدمه او بيطلع مني وانا بلون. معظم الفرش معظم انواع الفرش اللي احنا بنستخدمها اللي هي الراوند، وفي كل ما درجتها بتقل كل ما بتطلع لاينز رفيعة، بس ده مش شرط. لو انا معايا فرشة نظيفة قوي والشعر بتاعها كويس، كل ما كان اقدر اطلع بيها الخط الرفيع اللي ممكن اطلعه من فرشة 3،
بس ما فيهاش مشكلة. لو احنا هنشتغل ممكن ناخد واحدة مثلا من 3، واحدة من 6، واحدة من 8 مثلا. وعلى فكرة مقاس الفرشة بيختلف من ماركة لماركة ومن شركة لشركة. فمهم ان انت تجيب مثلا فرشة رفيعة وفرشة متوسطة وفرشة كبيرة عشان المساحات الكبيرة. وطبعا في فرش هتلاقوها كل ما الفرشة بتبقى غالية كل ما الشعر بتاع الفرشة بيبقى طبيعي. يعني في فرش مثلا معمولة من شعر السنجاب والكلام ده بتوصل لألافات يعني. في بعد كده الماسكينج تاب، ده بستخدمه لو انا عايز احدد الرسمة بتاعتي في مكان معين. بلف بيبقى خفيف مش بيلزق جامد، بس هو كل اللي بيعمله ان هو بيعمل فاصل ما بين حدود الرسمة عشان خاطر لو انت عايز تلون في حتة معينة. والماسكينج فلويد ده بستخدمه لو انا عايز بحط زي ماسكينج حتة كده صغيرة، لو انا عايز الون على مساحة كبيرة وفي حتة في النص انا مش عايز الونها فبتحط عليها ماسكينج فلويد، بعد كده بتقشره عادي وبيتشال. بعد كده دي الالواع، الالوان المية اللي موجودة في السوق. الفان جوخ طبعا الناس كلها عارفاها. في العلبة الصغيرة والعلبة الكبيرة، تقريبا الصغيرة بحوالي 300 والكبيرة بحوالي 600. في اللي هي النوع ده، النوع ده كويس بس خلي بالكم لما تيجوا تشتروه لازم تشتروه اللي هو الطبقتين، اللي هو اللي فيه علبتين يعني، في دورين، لان الدور الواحد دي بتبقى الوانها وحشه قوي، معناه نفس العلبه بس بتبقى درجاتها وحشه قوي ما بتكفيش معاك حاجه. فاشتري العلبه اللي هي اللي هي عباره عن دورين. وفي الكويا دي بس برضو للأسف رينج يعني، دي أرخص شوية، دي بحوالي 150 في الحدود دي، تقريبا 170 حاجة كده. لكن كويا دي برضو في رينج أسعار الفان جوخ، فغالية. فيعني طبعا حسب الإمكانيات بتقدر تشتري علبة الألوان. بعد كده عندنا أنواع الورق. انواع الورق هتلاقوا اهم حاجه لما تيجوا تستخدموا نوع ورق لازم يكون كانسون، ما تستخدمش ورق فبريانو تماما، لان ورق فبريانو هتلاقوا ان هو دايما لما تيجي تلون الوان ميه بيوبر معاك وانت شغال. لما تيجي هي الورق بتبوظ ليه؟ ده بسبب ان نوع الورق اصلا فبريانو مش طبيعته ان هو بيستحمل الوان الميه. لازم لو هنيجي نتكلم في الوان الميه لازم ان الورقه بتاعتي ما تقلش عن 300 جرام، ده بدايه. كل طبعا ما الورقه بتزيد كل ما الورقه بتستحمل الميه اكتر، بحيث ان انا اقدر احط لايرز من الوان الميه براحتي. يبقى ما استخدمش فبريانو تماما، لا لازم استخدم كانسو. برضو من الحاجات اللي بستخدمها معايا باليتة الالوان، ما تجيبوش اللي هي عامله زي البيض دي تماما، لان هي بتخلي اللون يركز تحته، بيبقى شكلها بيبقى بتبوظ درجه اللون. فعلبة الألوان البلاستيك، علبة باليتات الألوان دي بلاستيك دي كويسة. بس طبعا كل يعني هي برضو مش مفضلة قوي يعني، يمكن دي أحسن كمان شوية من دي، لأن دي بتخلي اللون ما يبقاش لطيف قوي. في السيراميك طبعا، بس هي للأسف تبقى غالية شوية، بس بتبقى تحفة في ألوان المية. ولازم يبقى معايا كوباية إزاز عشان خاطر أخلط فيها اللون. بيبقى معايا كوبايتين، كوباية بغسل فيها الفرشة وانضف فيها الالوان اللي مش خلاص الالوان اللي انا مش عايزها، وكوباية باخد منها دايما مية نظيفة عشان اخلط اللون بتاعي. بعد كده عندي لازم ابدأ اتعلم الاول اساسيات الرسم. لازم لو الرسمة حلوة هتلاقي دايما الشغل بتاعك حلو لما بتحط فيه الوان مية خفيفة اوي. يبقى لازم اتعلم نقط التهريب. يبقى انا لو انا ببص كده باخد 2 بوينتس من يمين ومن الشمال وبهرب اللاينز بتاعتي. لو انا اللاينز في الاتجاه ده بتروح من الاتجاه ده، واللاينز اللي في الاتجاه ده بتروح الاتجاه ده، والخطوط الافقية عمودية زي ما هي ما فيهاش مشكلة على اللاين اللي هو الافقي. لو انا برضو ببص من فوق فهودي اللاينز كلها للنقطة دي، وبقية اللاينز هوديها للنقطة دي، نفس الفكرة تحت. يبقى لازم الرسمة بتاعتي يبقى نقط تهريبها صح وأساسياتها صح عشان خاطر لما أجي ألون تبقى الرسمة كويس. برضو هنا نفس الفكرة، بتفرق في زاوية الرؤية اللي أنا باصص عليها على الكيوب بتاعي. لو أنا مثلا هنا فبودي
البوينتس كلها، بحدد نقطة الهروب اللي انا ببقى رايح لها. تاخدوا بالكم برضو الخطوط الرأسية كلها عمودية، بس بتتحدد على اساس خطوط العمل اللي انا بعملها، اللي هي المفروض ان هي رايحة على نقطة الهروب اللي هي دي. برضو نقطة الهروب دي واللاينز دي واساسيات اللاينز دي بستخدمها سواء ان انا بعمل برسبكتيف خارجي اهو، بهرب اللاينز لان هي بتظبط ان فين البعيد وفين القريب، القريب فين والبعيد فين، حتى بستخدمها في الديتيلز بتاعتي. برضو نفس الفكرة لو انا بعمل اساسيات انتيرير، برضو ادي نقطة الهروب اهي، لو انا باصص من فوق كل اللاينز كلها بتروح على نقطة الهروب دي. برضو لو انا بعمل بعمل 3D او بعمل لقطة وبعملها سكتش بايدي، لازم اتأكد من اتجاه الاضاءة. يعني انا زي ما هو حاطط الفكرة هنا وحاطط اللمبة، وبعد كده بدأ يرسم لاينز بيوصلها للنقط بتاعة المجسم، وعلى اساسها بيحدد اللاينز بتاعة الشكل بتاعي بتاع الظل بتاعي عاملة ازاي. فبرضو اتجاه الضوء واتجاه الشادو دي حاجات اساسية في الرسم لازم ابتدي تظهر معاه. بعد كده برضو ده اهو لقطة تاني منظور خارجي اهو، ده اللاينز كلها الرأسية كلها مستقيمة، وبعد كده بودي اللاينز الأفقية كلها لنقطة الهروب دي واللاينز الأفقية لنقطة الهروب دي. بلاقي ان انا كل الخطوط بتاعة الرسمة، حتى عشان كده انا بحس ان دي قريبة وفي الاخر دي بعيدة. طيب نفس الفكرة هنا لو انا بعمل لقطة مثلا مجسم اهو، هتاخدوا بالكم ان نقطة الهروب، نقطة الهروب هنا وكل اللاينز باصة ورايحة ناحية نقطة الهروب دي، وخطوط الرأسية عمودية زي ما هي. برضو نفس الفكرة هنا اهو، كل اللاينز رايحة للنقطة دي لكن الخطوط الأفقية عمودية عادي. برضو ده لقطة انتيرير اهو، هو حدد نقطة الهروب هنا عشان خاطر يقدر يظبط الرسمة بتاعته. هو مش هيقدر يظبط الرسمة بتاعته، وساعات نقط الهروب بتبقى واحدة وساعات بتبقى اتنين وساعات بتبقى تلاتة، المهم ان انت تظبط الشكل بتاعك على حسب خطوط الهروب. طيب دلوقتي احنا لو هنتكلم على اساسيات وتكنيك الرسمة، انا لما باجي الون رسمة ووتر كولر بعمل لها الاول يا بيز رصاص يا بيز حبر، يعني حسب انت وايدك وقدرتك على الرسم. في ناس بترسم رصاص الاول خطوط رئيسية، وبعد كده ترسم فوقيها الحبر، وبعد كده ترسم فوقيها تلون فيها الوان، عليها الوان ماء. في ناس بتلون رصاص وفوقيها ماء على طول، وفي ناس يعني كويسة في الحبر فبتلون حبر بترسم حبر وبعد كده تلون ماء على طول. لو انا مثلا عايز اعمل تكنيكس الاول بالرصاص، فانا الرصاص هبتدي اظبطه الاول، هعمل على حسب الدايركشن بتاع اللاينز وازاي بحط لايرز فوق بعضها، على حسب ان انا بدي تكنيكس معينة. يعني هنا وهنا هم بيسيح اللاينز فبيدي جريدز مختلفة، كل شكل الهاتش المختلف كل ما يديني احساس بماتيريال مختلفة. هنا نفس الفكرة، بيرسم اشكال اللاينز باشكال مختلفة بتطلع معايا انديكيشنز لماتيريال مختلفة. هنا برضو ده سكتش مثلا، انا خلاص عرفت ان ده شجر، عرفت ان هنا ده عمود مدور، خلاص ده حسيت بيه ان هو ازاز. فشكل تكنيك الرسمة هو اللي بيديني احساس الماتيريال. برضو دي رسمة تانية، في بتحب ان انت تحط الاساسيات الرسمة بس بتظبط اللاينز بتاعت الرسمة وخطوط الهروب وكل الكلام ده، وبعد كده بتبتدي ترسمها بقى باللاينز المظبوطة وترسمها بنظافة قوي، بس لازم تظبط ايدك الاول والرسمة بتاعتك رايحة فين قبل ما تبتدي، عشان ما تقعدش ترسم جزء حلو قوي وبعد كده انت مش ظابط بقية الرسمة، ومرة واحدة تلاقي رسمة بقيت رسمة باظت. فارسم اساسياتك الاول بالرصاص، وبعد كده كمل رصاص كده خفيف وكعمشة كده، شوف انت فين بقى البلكونة وفين الشبابيك والدنيا هتبقى رايحة فين، وبعد كده يبقى اظبط الرسمة بتاعتك وارسمها بالديتيلز. برضو هنا ده سكتش ووتر كولر، الاول اتحط البيز بتاعه رصاص
وبعد كده بدأت ألون عليه ألوان مية، وبدي تكنيكس خفيفة قوي من الحبر فوق الرسم. بس تكنيك الحبر لازم أخلي بالي إن أنا مثلا نفس فكرة الظل والنور، لازم بتقل خطوط الحبر في الحتت اللي بتبقى متلونة غامق، وخفف لاينز الحبر في الحتت اللي متلونة فاتح. نفس الفكرة ده، خلاص انا حطيت شادوز وحطيت الاساس بتاعي كله رصاص، وبعد كده زبطت الرسمة ولونتها ووتر كولر. بعد كده ده فيديو صغير بيوضح لك ان هو ازاي بيبتدي يرسم الرسمة الاول، وبعد كده يرسم بقى بالالوان المية. لازم الرسمة تبقى، وفي ناس طبعا شاطرة بتقدر ترسم بالالوان المية على طول، يعني هي حسب القدرة، بس الاساس الصح ان انت بترسم البيز الرسمة بتاعتك الوان مية الاول، قصدي الوان ترسم الرصاص الاول بعد كده تظبط الرسمة بالوان المية. طيب نفس الفكرة في الرصاص، نفس الفكرة في الحبر، بترسم تكنيكس مختلفة كل على حسب اللاينز وشكلها، كل ما بتدي احساس ماتيريال مختلفة. يعني هنا شايفين شكل الخطوط هنا عاملة ازاي، فاداني احساس بماتيريال معينة، كل عشان خاطر اقدر اوصل للماتيريال، كل ما بعمل هاتشز باشكال مختلفة عشان اوصل لشكل الماتيريال بتاعي. برضو نفس الفكرة اهو، بيعمل انديكيشنز لهاتشز مختلفة عن طريق شكل الخطوط بتاعتي. الحبر من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا، لما الحد بيتعلمه بيبقى بجد بيبقى مفيد، بيبقى مفيد ان انا بقدر اطلع ديتيلز بشكل واضح، وبيبقى بشكل صريح، وبيبقى شكلها حلو جدا 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 جدا. حتى الرسمة لو انت مش حاطط فيها اي حاجة وعملتها بس بيز حبر بتبقى شكلها حلوة، بتساعدك ان انت بترسم ديتيلز في خطوط اللاندسكيب، بتبين الرسمة بتاعتك حلو. هنا دي رسمة برضو اساسها حبر، بس برضو زي ما قلت لكم قبل كده بحط البيز بتاعي رصاص الاول عشان خاطر اعرف اللاينز بتاعتي عاملة ازاي، وبعد كده برسم الديتيلز بتاعتي زي ما انا عايز. برضو نفس الفكرة اهو، حاطط بس اللاينز الرصاص بتاعتي، وبعد كده برسمها بالديتيلز كاملة زي ما انا حابب. هنا خلاص شايف ان ده ازاز، ده السور بتاعي، ده طوب بتاعي، نفس الفكرة. ده برضو اقلام، ده سكتش حبر بيتعمل له برضو الشادو بتاعه، سواء للسما سواء للمبنى نفسه لازم يتعمل له شادو. في لام اسمها كويا كولورينج براش، الاقلام دي لطيفة جدا في ان انا اقدر، وفيها جريدز كتيرة من الجري، بتساعدني. هي عاملة زي الريشة بالظبط، فممكن تسيحهم ورا بعض، فهي بتدي احساس حلو قوي، والاقلام مش غالية. يعني هي دلوقتي واصلة حوالي القلم ب30 جنيه، هي كانت او ب25 بس للأسف غلوها. فالأقلام دي تبقى لطيفة جدا لو أنا عايزة أدي إحساس شادو، بتبقى القلم سايح شوية فبتبقى جميلة أوي. هنا هو بيرسم الديتيلز بتاعة الحبر، كل ما بيزود في الديتيلز بتاعته كل ما بيدي يعني احساس مختلف، والماتيريال احساسها مختلف. كل ما بيزود في الحبر، كل ما بيزود في التكنيكس بتاعته، كل ما بيدي احساس بالماتيريال المختلفة، وبتطلع معايا الرسمة بشكلها النهائي. ده برضو هنا نفس الفكرة، هي حاطة البيز بتاعها حبر، وبعد كده بتلون الالوان المية بتاعتها، بحيث ان هي خلاص الرسمة لازم تبقى واضحة، وبتظبط الاساسيات بتاعها، وبتعمل الخطوط البعيدة خفيفة، وهنا الاجزاء القريبة فمزودة اللاين بتاع الحبر شوية. طيب لو هنيجي نتكلم على درجات الالوان، الالوان الاساسية بتاعتي اللي انا ما بقدرش اطلعها من اي حاجة، اللي هي الازرق والاحمر والاصفر، دول البيزك كولرز اللي انا بستخدمهم وانا بلون، اللي ما اقدرش اطلعهم من الوان تانية. طيب لو انا خلطت الاصفر مع الازرق هيطلع معايا اللون الاخضر، طب لو انا زودت الاخضر عليه سنة من الاصفر بيبقى اخضر مصفر، طب لو انا خدت الاخضر زودت عليه سنة من الازرق هيبقى اخضر مزرق. نفس الفكرة في درجات الالوان دي،
هي اللي لازم بستخدمها وانا بخلط الالوان. يعني انا دلوقتي لما باخد اللون من البلاتة ومن العلبة زي ما هو، ما بيبقاش الاحساس بتاع الرسمة ودرجات الالوان والميكس بتاعها ما بيبقاش حلو. بس كل ما بخلط درجات الالوان كل ما بيطلع معايا الوان ريتش اكتر وشكلها احلى بكتير. يعني مثلا ما بيبقاش حلو ان انا استخدم اصفر قوي. طب لو انا استخدمت الاصفر مع سنة من الاخضر، سنة بسيطة بحيث ان هي تغمق الاصفر شوية، او انا استخدمت الاصفر على سنة من البني فبتغمق شوية بسيط الأصفر. كل ما بعمل ميكسات، لو أنا حطيت درجة 3 درجات أخضر مع درجة من البني مع درجة من الأسود، كل ده بيعمل ميكسات في الألوان بيبقى لطيف جدا. عشان خاطر كده دايرة الألوان دي مهمة جدا، لأن هي بتعلمك إزاي تعمل ميكس ما بين الكالرز وبعضها. عندي أنواع درجات الألوان. لو أنا هلون مثلا رسمة بستخدم نفس الدرجة بالفاتح بتاعها، دي اسمها مونوكروم كولرز. طيب لو انا بعمل ميكس ما بين الوان، بعمل هارموني ما بين درجات الالوان وبعضها. يعني انا بستخدم مجموعة من الالوان مع بعض خلاص مفيش مشكلة. لكن لو انا مثلا ممكن الرسمة كلها تبقى متلونة بالاحمر بدرجاته، او الاخضر بدرجاته، او الازرق بدرجاته، فيبقى دي اسمها مونوكروم كولرز. الكولرز ايه فايدتها؟ هي مش مجرد كورس الوان ميه ملوش لازمه، لا، هي بتعلمك ازاي تعمل ميكس ما بين الالوان وبعضها وتاخد درجات الوان لايقه على بعضها. درجات الالوان مقسومه نصين، من الاسمر من الاصفر للموف، دي حاجه اسمها وورم كولرز، ومن الموف الدرجه دي للاخضر، دي درجات حاجه اسمها cool colors. ليه الفرق ما بينهم؟ عشان خاطر لو انا بستخدم في ميكس درجات الالوان الورم كولر، بتحس ان انت بتعصب، تحس ان انت تعبان، تحس ان انت اكتف شوية، بتديك احساس ان انت كده عايز تحرك، عايز تقوم، عايز تعمل حاجة. عشان كده هتاخدوا بالكم ان انا لو انا هاجي اعمل مطعم زي مطاعم الفاست فودز، بستخدمها دايما الوان حمراء واصفر ومش عارف. هو مش عايزك تقعد، هو عايزك تطلب الاكل تقعد 2 دقايق تاكل وتمشي. لكن لو، ودي برضو بتستخدم في الليفينج رومز، لكن لو انا بقعد مع مطعم ومطعم انا عايزه يقعد ويطلب 1 و2 و3 و4، فهتلاقوا دايما درجات الالوان والميكس بتاعت الريستورانت بتاعتي بتبقى درجات هاديه، لان هو بيبقى عامل حسابه ان هو عايز الناس تقعد اكتر وان هي اعصابهم تبقى هاديه في المكان. في اساسيات في الووتر كولر هنتعلمها، هقولها لكم سريعا وهنتعلمها ان شاء الله واحنا بنلون. عندي الميكس ما بين الالوان، لما باجي بعمل ووتر كولر على قد ما بقدر بخلي بالي من الابيض بتاع اللوحة. كل ما بعمل بقعة لونية وفيها الأبيض بتاع اللوحة، كل ما الرسمة أركتكتشري بتبقى أحسن. وفي عندي لازم أحدد اتجاه الشادو بتاعي، اللي على أساسها بحدد الغامق بتاع اللون فين والفاتح بتاع اللون فين. فلازم وأنا بلون أحدد اتجاه الشادو بتاعي. برضو لما باجي ألون ووتر كولر لازم أعمل لايرز من الالوان. يعني الاول بلونها خفيفه، وبعد كده ببتدي اتقل مكسات الالوان شويه، وبعد كده بتقلها خالص بحيث ان هي تبقى الرسمه ظاهره. كل ما بعمل لايرز في الرسمه كل ما بتبقى تكنيكس بتاعتها احسن. عندي الشادوز ممكن اعملها بطريقتين، يا اما بعمل الشادو باللون الغامق او اللون الاسود، يا اما بعملها باللون الغامق بتاع اللون. يعني هنا مثلا درجات الالوان بستخدمها ازرق، فبحط لون ازرق معايا، هو ده الغامق بتاعي، لكن هنا هو حاطط الميكس او اللون الشادو بتاعي بالاسود. حجم اللون او حجم المية في الفرشة هو اللي بيحدد على اساسها شكل الفرشة عامل ازاي. يعني هنا هتلاقوا ان المية كتيرة فالفرشة بتفرش معاك، لكن هنا الدنيا المية بدأت تقل شوية، لكن هنا المية بدأت تقل خالص. حسب التكنيك كل ما شكل الرسمة بيختلف. هو الأحسن طبعا اللي هو اللي بيبقى فيه مية، بس طبعا مش شرط. ونسبة المية ونسبة اللون هي اللي بتحدد درجة اللون وشكله وفرشته هتبقى عاملة ازاي.
هنا انا ممكن اعمل ميكس ما بين كذا color، يعني ممكن احط سينما ازرق على سينما احمر على سينما اصفر واعمل ميكس ما بينهم، او ان انا بعمل اللون نفسه واروح سحبه على ما فيش. طيب هتاخدوا بالكو هنا بدأ يحط، اولا بدأ يستخدم الابيض بتاع اللوحة، يسيب النقاط البيضة بتاعت اللوحة، بدأ يحدد فين اتجاه الشادو، هتلاقي فيه كل حتة هتلاقي فيها الغامق، وبعد كده ساب الفاتح نفس الفكرة، هنا بدأ يغمق في الشجرة شوية، هنا فاتحة، وبدأ يعمل تكنيك الحبر بحيث ان هو يبقى سايبها فاتحة والاجزاء الغامقة يبقى مغمقة شوية وبقية الخطوط فاتحة. كل الحاجات دي هتبقى نفس الفكر. هنا اشكال ماتيريالز مختلفة شوية ازاي بيقدر يبينها بتكنيك الالوان المية، سواء طوب سواء مية سواء حجر، كل وسواء خشب، كل دي اشكال مختلفة من الشجر ومن اللاي اوت. وممكن اقدر اظهر بيها عربية سواء لايتنج سواء يعني بلان تفاصيل داخلية، او بعمل بيه لاندسكيب نفس الفكرة، اقدر اعمل سينز مختلفة بالووتر كولر. وهنا ده فيديو صغير بيقدر ان هو ازاي بيحط الفاتح بتاع اللون وبعد كده بيحط عليه لاير غامقة، وكل ما بيزود ميكسات درجات الالوان كل ما بيطلع معايا. يعني هنا استخدم الاخضر الفاتح الاول، بعد كده عليه زود من الاخضر وغمقه شوية، او حط عليه سنة من الاسود، وبيطلع معايا ميكسات مختلفة من درجات الالوان. طبعا الكلام ده بيساعدني في ان انا اظهر اللاندسكيب سواء بلانات سواء بعمل شاسي او مشروع كامل، او ان انا بستخدمه عشان اظهر 3D او لاي اوت، او ان انا بعمل بروجكت كامل. خلاص كده خلصنا اول جزء بتاعنا المحاضرة، هنبتدي بقى نلون سوا الالمنتس المختلفة، وان شاء الله بقية الكورس هيعجبكم قوي، هتتعلموا ازاي تلونوا الالوان المية.